الجابون النهارده مش بتتصدر الاخبار بسبب الكوره، ولا بتتصدر الاخبار عشان اوباميانج، لا بتتصدر الاخبار لان في انقلاب عسكري. انقلاب عسكري الحقيقه تفاصيله كده يعني شويه خلت الناس تبص على عبد الفتاح السيسي وتقول له كلم الحاج. هنا لازم نبص ناحيه بونجو بتاعنا. بونجو جاي لك من المستقبل يا سيسي وبيقول لك خلي بالك انا كسبت ولايه ثالثه وبعدها بساعات عملوا انقلاب عسكري فاوعى. نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب. الله يخرب بيت اللي أقنع أي زعيم انقلاب إنه بيتكلم باسم الشعب.